السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات جريد فور، يا رب تكونوا جميعا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي من قناة تعلم ماس مع مستر أسامة باليوتيوب. يا رب تكونوا جميعا بخير، وإن شاء الله النهاردة هنكمل ليسون 2 في الجيومتري، وهناخد حاجة اسمها سيومتريكال فيجرز أند لاينز أوف سيومتري. إيه هي الحاجات دي اللي إحنا بنقول عليها؟ تعالوا نشوف. احنا لما يكون عندنا حبايبي شكل زي ما احنا شايفين كده، اللاينز اوف سيومتري اللي هو ايه دوت، اللي هو بيقسم الشكل نصين بحيث ان احنا نقدر نطبقهم او نحطهم فوق بعض ويبانوا اكنهم ايه حاجه واحده. السيومتريكال يعني حاجتين متماثلين شبه بعض مثل بعض بالظبط. في بعض الاشكال طبعا يا حبايبي ان هي بتبقى فيها وان لاين اوف سيومتري زي الاشكال اللي قدامنا دي كده، يعني انت ده لما هتيجي هنا ده كده لما تيجي تقسمه من هنا كده تقدر انك انت تعمل ايه تطبقه على بعض، يعني تجيب الجزء ده على الجزء ده يبقى في تماثل، وده اللي هو اللاين اوف ايه سيومتريك اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. وكذلك الشكل ده لو عملته كده تقدر برضو تقسمه من هنا كده، تقدر تقول ان الجزء اللي فوق شبه الجزء اللي تحت. طيب احنا لو عملنا بقى العكس، يعني عملنا كده مثلا، هتلاقي الجزء ده مختلف عن الجزء ده. طب لو عملنا كده مثلا من هنا، شايف ده شكل ايه؟ الجزء اللي فوق ده يختلف خالص عن الجزء اللي تحت. طيب لو عملنا كده برضو يختلف، يبقى احنا عارفين هنا ده ليه محور تماثل واحد اهو اللي هو only one line of symmetry. نفس الكلام بالنسبة لده. في أشكال بقى بيبقى فيها إيه أكتر من إيه من وان لاين، فيها مثلا ده في تو، الريكتانجل ده في تو، هنا طبعا أكتر، هنا من هنا لهنا وان، ومن هنا لهنا وان، وبالعرض كده وان، وبالطول كده فيرتيكالي وان، يبقى هوريزنتالي كده وان، وكده وان، ومن الرأس من هنا لهنا وان. ومن هنا لهنا ايه 1، مدين هنا 4 lines of symmetry. تعالوا نشوف نكمل مع بعض. هنا بيقول لك some geometric figures have no lines، ما تقدرش تقسمه خالص، اللي هي الاشكال اللي قدامنا دي هتقسمه ازاي كده؟ مش هتيجي. طب كده مش هتيجي. طيب ده تعمله ازاي كده؟ ما يجيش. ده يبقى غير دي. طب هتجيبه كده هيبقى الجزء ده غير الجزء ده، نفس الكلام كده او كده، كل ده مش هينفع بالشكل ده كده. بص مش هينفع. طب لو جبت كده، طب لو عملنا من هنا من النص برضو هتلاقي الايه دوت no line of symmetry as the following figures. دي اشكال كلها ما فيهاش any line of a symmetry. هنا بقى السؤال، هل بالضرورة لما يكون في لاين زي كده او سيومتري لاين زي كده، هل بالشرط ان هو يكون بيقسم الشكل دوت لنصفين كونجرانت؟ لا مش شرط، لانك انت لما تيجي تحط ده التراينجل اللي هو ال A دي سي دوت على ده مش هيظبط معاك، يبقى في الحالة دي مش شرط انك انت تعمل اللاين ده معناه ان هو ايه ديفايد into two congruent parts، ما تقدرش تقول ان هما الاثنين congruent مع بعض، مش اساسي، مش ضروري، مش الاساس عندنا ان هما يكونوا الاثنين congruent مع بعض. تعالوا يا حبايبي بقى نفكر مع بعض، لان الامتحان مش بيخرج عن الجزء اللي احنا هنشرحه دلوقتي. بيقول لك the following، دي حاجات تتحفظ، لازم تتحفظ، تحفظها كويس قوي 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 لان الامتحان بيجي منها، ولو انت حافظها هتجاوبها بسرعه. بيقول لك the following table، عندنا التيبل اللي قدامنا ده showing the number of line of symmetry for some geometrical figures، عندنا أشكال بالشكل ده وعايزين نشوف كل واحد فيه كام number of line of symmetry. تعالوا نشوف مع بعض. عندنا ده triangle، التريانجل ده هو ايه؟ isosceles triangle. في الايسوسيلز ده يا حبايبي ان هو بيقسم لي التريانجل ده لايه نصفين، وما تقدرش تاخد اكتر من كده، وهو ده الوحيد بالشكل ده كده.
طيب ده معناه ايه الايسوسيليز؟ افكركم بيه ان هو ده السايس ده ايكوال للايه؟ للسايس ده، وده مختلف اللي هو البيز ده مختلف، ده اسمه ايه؟ ايسوسيليز تراينجل. ده بيكون فيه كام؟ فيه 1 اونلي. في الباراليلوجرام بيبقى مفيش لاين اوف سيومتري. ليه بقى؟ انت لو هتيجي توصل دي كده مش شرط دي تبقى زي دي اهي، هو مفيش هنا اصلا تقدر تقسمه. بص هيديك شكل عامل ازاي، ده يعتبر زيرو. يبقى نحفظها كده زي ما هي، ان في الباراليلوجرام اللي هو اللاينز اوف سيومتري ايكوال زيرو، يبقى مفيش، يبقى زيرو. وده خدناه خلاص وعرفنا دي طبعا قد دي كده بالشكل ده. طيب في حاجة اسمها السكالين تراينجل. السكالين تراينجل اللي هو ده مش مساوي لده ولا مساوي لده، مفيش حاجة قد التاني، مفيش سايد من دول ايكوال للتاني. يبقى لو عندنا بالشكل ده كده السايز ده ايكوال للسايز ده، يبقى ايه؟ اللاين اوف سيومتري ار 1، يبقى 1. اما هنا في السكالين يبقى 0. تعالى في الايكواليترال تراينجل اللي هو ايه؟ ان الاول سايز ار ايكوال، في الحاله دي كام؟ يعتبر 3. فينهم؟ اول واحد اللي هو ده من الراس هنا للقاعده دي، ونفس الكلام من الراس هنا للقاعده دي، ومن نفس الكلام من الراس دي للايه؟ للقاعده دي. يبقى هنا الـ numbers of lines of symmetry are 3. نحفظها زي ما هي كده بالظبط. ناخد الشكلين دول بقى مع بعض يا حبايبي، هنا ده عندك الرومبس وهنا الريكتانجل، بنقدر نوصله بالشكل ده زي ما احنا شايفين. نقدر ايه كده 1 كده ايه 2، هنا برضو 2، من هنا لهنا 1 ومن هنا لهنا 2. طيب في الريجولار هيكسجون، الهيكسجون هو كام؟ 1 2 3 4 5 6، وهو في كام؟ في 6 برضه. يبقى الرومبس 2 والريكتانجل 2 والريجولار هيكسجون 6. طيب في السكوير يعتبر في 4، ليه؟ احنا لان السكوير الاول سايد ار ايكوال، يبقى نقدر ناخد من هنا لهنا دي كده، دي كده ايه 1، ونقدر ده كده سيمتريك، يعني ايه الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت بالظبط. هنا من هنا لهنا اللي هو الدياجونالز بتاعه يبقى 3، والدياجونالز التاني يبقى 4. نيجي بعد كده للترابيزيوم، الترابيزيوم اللي هو يعني بالعربي كده شبه المنحنى، ده زيرو، ده ايه؟ زيرو. في عندنا الايسوسيليز ترابيزيوم هنا يبقى 1، نفس فكرة الايه؟ الايسوسيليز اللي هو ايه؟ تراينجل. الايسوسيليز تراينجل والايسوسيليز ترابيزيوم الاتنين فيهم كام؟ 1، والترابيزيوم لوحده 0، والسكوير 4، الهكسجون ريجولار هكسجون بس يكون كلهم ايكوالز زي كده 6، الريكتانجل 2، الرومبس 2. يلا حبايبي بقى نشوف الاسئله بتجي لنا ازاي في الامتحان. بيجيب لك حاجه زي كده، طبعا في النظام الامتحان الجديد هيجيب لك مثلا حاجات ويقول لك تشويز، يعني مثلا هنا ايسوسيليز تراينجل هيز. طبعا الايسوسيليز ترينجل احنا عارفين الايسوسيليز اللي احنا اتكلمنا عنه بالشكل ده كده، وبيكون في الجزء ده كده ايكوال للايه؟ للجزء ده، يبقى دي كده قد دي. دي في الحاله دي احنا قلنا اللي هو بيبقى فيها ايه؟ لاين واحد اهو اللي هو ده. يبقى هنا بنكتب ايه؟ بنكتب 1 كده، او تكتب 1 او ان اي بس عشان نختصر الوقت. يعني بعد كده بيقول لك
الايكوالاترال تراينجل. الايكوالاترال تراينجل بيبقى هو زي ده كده، بس ايه دي كمان ايكوال، ده كده كمان ايكوال. يبقى في الحالة دي بقى عندنا ايه، 3 من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، يبقى 3 1 2 3. يبقى هنا دي هتبقى 1 اول واحدة، وهنا هتبقى 3. بعد كده بيقول لك ايسوسيليز ترابيزيوم، نفس قصة الايسوسيليز تريانجل. الايسوسيليز تريانجل نفسه هو ايه اللي هو ده، ايسوسيليز تريانجل، وده انا ايسوسيليز ايه ترابيزيوم، ده 1 وده كمان هيبقى 1، نكتب 1. بعد كده بيقول لك السكوير، طبعا احنا عارفين السكوير اتكلمنا عنه، يعتبر ايه، يعتبر في 4 lines of symmetry. بعد كده بيقول لك الريكتانجل، الريكتانجل احنا عارفين ان هو فيه 2 lines of symmetry. ممكن يقول لك تي 2 3 4 كده يعني 1 2 3، فلازم انت ايه تبقى انت حافظ وعارف الريكتانجل 2 lines of symmetry. الرومبس يا حبايبي نفس الكلام زي الريكتانجل بالظبط، يعتبر فيه كام؟ يعتبر في 2 يا مستر، مظبوط يا حبايبي، نكتب 2. بعد كده الريجولار بنتاجون، ريجولار بنتاجون ايه هو الريجولار بنتاجون؟ اللي هو نفس احنا خدنا طبعا اللي هو فيه 6 سايز. الريجولار يعني بيبقى حاجة زي كده، اللي هو البنتاجون ده بيبقى فيه 5 سايز، يبقى بالشكل ده كده، واحد مثلا كده 1 2 3 4 5، بيبقى بالشكل ده يعني حاجة قريبة من كده يعني. المهم ده بيكون فيه 5 lines، هو فيه 5 sides وفيه 5 lines of symmetry. الريجولار هيكساجون، الهيكساجون اللي احنا قلنا اللي هو فيه 6 sides، وده بيكون فيه 6 lines of symmetry. السؤال ده برضو مهم قوي يا حبايبي، ركزوا فيه. ال diagonals of the rectangle divided it into two a triangles. طيب تعالوا نشوف، نرسم كده تاني اللي هو الشكل بتاعنا، بيكون الريكتانجل عامل ازاي. الريكتانجل بيكون بالشكل ده كده، كده اهو، كده اهو. تعالوا نشوف ال diagonals اللي هو ده، بيقول لك divided into two a triangle، بس في نفس الوقت بيقول لك but it is not line of symmetry. يعني هو بيقسم الريكتانجل، بس هو نفسه دوت اللي بيقسم ده الدياجونال ده ما يعتبرش ايه line of a symmetry. يبقى نكتب هنا line of symmetry، line يعني ده بيقسمه لايه، كونجرانت، كونجرانت طبعا احنا عارفين كده، او نكتب كونجرانت بالشكل ده. كونجرانت يبقى كده كونجرانت بالشكل ده كده، يبقى هو بيقسمه لتو كونجرانت تريانجل، ولكن ايه يعتبر نوت ايه لاين اوف سيومتري، يبقى نوت لاين ايه اوف ايه سيومتري بالشكل ده كده. يبقى هو بيقسمه بس مش نفسه الدياجونالز ده مش لاين ايه اوف سيومتري. شوف يا حبيبي ليه احنا بنقول لاين اوف سيومتري بالنسبه ريكتانجل كام؟ قلنا بنقول من هنا لهنا بيقسم ده كده، ده كده line of symmetry، وقلنا نعمله كده بلاين بالكالر مختلف. احنا كنا بنقول ان هو من هنا لهنا كده يقدر يقسم ده كده divided، وفي نفس الوقت ايه يعتبر line of symmetry، بحيث الجزء اللي فوق يبقى زي اللي تحت بالظبط. نفس الكلام من هنا لهنا،
يبقى احنا عارفين الريكتانجل فيه تو لاينز اوف ايه سيومتري، وده الحل بتاعنا، ان احنا نقول ان الدياجونالز اوف ريكتانجلز ديفايد انتو تو كونجرانت تراينجل but it is not line of symmetry for the rectangle. عايزكم بقى يا حبايبي تركزوا على السؤال ده كويس قوي، لان هو دي نوعيه الامتحان اللي بتيجي دلوقتي. بيقول لك شوز ذا كوريكت انسر السكالين تراينجل. يعني ايه السكالين؟ يعني الاول سايز اي نوت ايكوالز، مفيش حاجه زي التاني بالظبط، يعني مفيش حاجه مساويه للتاني. هاز is baseline of symmetry. طبعا السكالين احنا عارفين ان هو ايه، يعتبر زيرو. يبقى دي الاجابه بتاعتنا اللي هي كام؟ الزيرو بالشكل ده. تعالوا نضللها كده، يبقى هو ايه؟ زيرو. بعد كده بيقول لك ذا باريلوجرام، الباريلوجرام هاز lines of symmetry. طبعا احنا عارفين الباريلوجرام برضو زيرو. بيقول لك which these figures has greater number of line symmetry، يعني انه شكل او من الاشكال اللي هو بيقول عليها السكوير ولا الايكوالاترال تريانجل ولا الريكتانجل في lines of symmetry اكتر. greater يعني اكتر. احنا عارفين السكوير في كام؟ في 4 يا حبايبي، والايكوالاترال تريانجل في 3، والريكتانجل في 2. يبقى في الحالة دي السكوير أعلى حاجة، ناخد السكوير. بعد كده عندنا دوت البنتاجون اللي هو ذيس فيجرز زي 1 2 3 4 5، يبقى فيه كام؟ يبقى يعتبر فيه 5 لاينز. نكتب كده 5 واللي هي موجودة دي، نختار هنا ايه؟ 5. يبقى دي كده 5، هي دي الإجابة الصحيحة. منها لكم أكتر شوية، يبقى دي 5، ده اللي هو البنتاجون. وعندنا ده في قد ايه؟ تعالوا نشوف ده بالشبه يا حبايبي. طبعا هنا ده كده ممكن نجيبه كده اهو، فيقسم لي الشكل الايه اهو. ممكن يبقى فيه لاين هنا كده، وممكن كمان يبقى فيه لاين هنا بالشكل ده كده. هنلاحظ ان الجزء اللي فوق كده زي الجزء اللي تحت بالظبط، ده سيومتري. ومن اليمين للشمال ده برضو الرايت تو ليفت ايه؟ برضو سيومتري. يبقى هنا هنقول هنا تعتبر 2، يبقى الاجابه بتاعتنا 2. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا اللي هو الدرس بتاعنا النهارده. ان شاء الله المره الجايه هناخد درس جديد اللي هو اسمه الفيجوال باترين. ان شاء الله نشوفها مع بعض المره اللي جايه، ونحل عليه برضو بعض الاسئله. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، معكم مستر اسامه الهادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.